كل حاجه برضه اللي بيقع كان ايه اللي بيتدس عليه على طول كان بيترعب من مستر منو يعني هو كان بيسمع صوته معدي بس كان بيترعب. لا انا اكلمه على حته ان في مدربين كتير مش هنقول لها اسماء ده اللي هو يبقى بركات بيتمرن طول الاسبوع الناحيه الثانيه ويجي بس بعد التسخين يروح لاي حد على الخط فيروح يقول له انا هلعب بس خمس دقائق جنب سيد وبعد كده هغير الناحيه الثانيه. فالمدرب يقول له ماشي 90 دقيقه بيلعب في الناحيه دي الناحيه دي بيتحرك. في بعض المدربين كانت بتطلع في المؤتمرات او بعد الماتش انا النهارده انا نازل باني خطتي بلعب سيد جنب بركات والناحيه دي والله والله بركات في ماتشات بيروح بعد يعني والحكم بيصفر وهو بيقف على الخط كده يستنى يروح قايل للمدرب انا مثلا انا النهارده هلعب الناحيه دي. وحصلت مع مدربين في انديه كتير يعني مش في نادي واحد يعني. فمن المواقف اللي الواحد كان يعني تحس ان الموضوع لا سهل سهل يعني بركات تلعب جنبه لا يعني كنا بنبقى عذاب لاي حد بس الصراحه كان معذبنا كلنا يعني كانت بتبقى جابها عذاب. لا هو كان معذبنا برضه على ايه؟ لا 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 في الفرقه لا لا خالص يعني يعني انت باين عليك بتروح بالليل تشبشب لا لا بص السيد يعني ايه ما هو ده واحد من ضمن الناس اللي انا كنت بقول لك ايه انت لو ذكي اعرف امكانيات اللعيبه اللي انت بتتعامل معاها طبعا كل واحد امكانياته خلصانه يعني مثلا ايه جيلبرتو اما كان ياخد الكره ياخد بيها خطوتين ما كانش يوصل للخط خطوتين ويلاقي زاويه الاوفر هيقوم عاملها زي الصاروخ. محمد عبد الوهاب الله يرحمه كان برضو كده ياخد الاسبرنت ويقوم عاملها بس سيد لو راح الخطوتين دولت هو مش هيعمل اوفر سيد هيوصل لحد الخط وبعد كده يعمل انه هيرفع ويقوم مقلم اللي داخل عليه دوت واخده على جوه ويرجع ياخده على بعض على بره ويمين وشمال يا عم اسلام لحد ما تحلفه بابوه وامه علشان يبصي لك او يرفع لك البتاع يعني فاهم فهو ده برضه كده فما يبقى راح الاوفر ما تضربش برنت وتخش اقعد لسه قدامه نص ساعه لحد ما يحدل ويرفع لا انت مره قلت لي من كتر الوانتوات عمالين بقى كل شويه يلعب لي الكوره وعايز يقف يريح شويه فانا اروح مرجع له تاني فقال لي يا ابني انا غضاريفي ما تستحملش يا ابني يا ابني يا ابني كفايه انا غضاريفي ما تستحملش يعني لا كانت ايام جميله جدا الحقيقه كانت ايام كلها